السلام عليكم حبيبتي البنات، معكم سامية من أجواب رميساء مرة ثانية في فيديو جديد. وكنقول لكم ها احنا فين جينا، هو الباب ديال النساء ديال مسجد افغانستان، اللي جينا في شارع افغانستان حدا جامع افغانستان بالضبط، وهذا هو المغازه ديالنا. فوالا حنا غادي ندخلوا بين اليوم ابو شعيب مسجد لنا شي سوربريز. المهم قال لي انت غسيري وبداي وتوكلي على الله، وكنقول لكم عواشر مباركه ودخل لكم الصحه والسلامه، وكنحييكم كاملين سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، وسمحوا لينا لما جاوبناكمش كاملين على الضغط بزاف اللي كاين عندنا بمناسبه رمضان وبمناسبه العيد ان شاء الله. اللي خدا شي حاجه بصحته واللي ما خداش راه اكيد ديما لي سوربريز، وكل واحدة غادا تاخد ماشي حسن من الاخرى، ولكن ديما غتكون شي حاجه جديده. السلام عليكم سي بوشعيب. السلام وسلام وسلام اختي سامي. مرحبا، كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لالي خطاك. اخبارك كلشي مزيان؟ الحمد لله. مبروك عواشركم، مبروك عواشرنا، ومبروك عواشري، ومبروك عواشركم كاملين. والله يدخل عليكم رمضان مبارك سعيد، باش تمنيتو ان شاء الله بالصحه والعافيه وطوله العمر وبالرزق والرفاهيه والبنين. الكريب اللي قلت لكم اختي هذو اللي كنتو درتوه مؤخرا اختي ساميه ديال الكريب، يعني بياسه وحده فيها نستوق مخدوم طرز، كيف شفتوا راهم يعني راهم شافوه اييه فيه طرز الحساب وفيه بوانتي كرا، وداكشي راه مخلط، ومازال ان شاء الله حنا خدامين على الطرز الفلسطيني والغزلافي، يعني توا غادي نخدموه. اليوم جبت لكم عاوتاني كريب اخر جديد، يعني نفسه هو بجا جو بياس، فكرة جديدة. فكرة جديدة، يعني كاين اللي كتبغي بياسة وحدة، كاين اللي كتبغي دو بياس، اللي بغات دو بياس بحال هذا مثلا مشيت على هذا، يعني كدرت هذا اللون هنا، هذا كارناج ديالي انا وذوقي انا، انا رومته بهذه الطريقة هذه، ممكن تغيري حتى هذا اللون هذا، وكيف قلنا هذه الزواقة هذه راه كتجي في مستوق وكتمشي كذلك حتى ليمونش في عنا، يعني كارو كيمشي ليمونش، وهذه راه كتجي في صدر. بالنسبة للوانات اللي رومت انا دابا، يعني راه كاين بزاف الالوان، روم داك الشيء اللي قدرت عليه، كاين هذا، كاين عاود ثاني بحال هذا كيف كتشوفي دابا هنا، درت بحال اللي كنقول حاولت ما امكن ندير اللون في اللون، ولكن بامكان ندير مثلا هذا الخزي هذا الباربوتي، ولا بامكاني كذلك ندير هذا الكارتي هذا. ايوه حتى هذا جوغزال. حتى هذا اللوينه ديالو بغات يدير عاوتاني كاع اللون في اللون، انا نوريك اللوينات اللي راهمت. ايوه بحال هذا راه دابا جا مزيان، بحال هذا تا هو كذلك، الخزي هذا تا هو كذلك، مشيت على هذا الصقل اللي فيه كذلك، ممكن نمشيو حتى على هذا، ونقدروا نديروا عاوتاني اللون في اللون. انت دوزي معايا واحد بواحد باش يشوفوا بحال هذا الكري عاوتاني كيف كتشوفي، هو هذا اللوجون تا هو كذلك يبجا. نقدروا نديروا لي عاوتاني حتى هذا البوردو كذلك، راه تا هو كيجي زوين بحال هكذا، الخدمه ديالو كيفاش كيجي بحال هكذا. دابا هذا هو مستوق اللي كيف كنقولوا هنا، هذا القميص ديالو، هذه العيبه هذه كاين اللي ما كيفهمش كيفاش كتجي هذيك، كتحط هنا في الصدر. اييه يعني فيها غوش وفيها دروا، كتجي بحال هكا، هذا هو مستوق، هذا راه كيجي القميص ديالو، يعني اللي رومناه على هاد الطرزه اللي فيه بحال هكذا كيف كتشوفي، يعني رومنا على الطرزه اللي فيه. اييه والقفطان راه هو كذلك فيه 2 متر ونص على متر ونص، يعني قدو قد كوبو. انا بحال مثلا دابا هذا البلوغواك شوف درت لي، درت لي الغوزان ديال، يعني تبعت هذيك الطرزه، بامكاننا كذلك هذا البلوغواك هذا اللي كيمشي مع عاوتاني تاع الفيغو، كيمشي مع كذلك السيال. اييه شوفي عاوتاني معايا هذا اللون هذا، راه فيه لوينات زوينين، نقدروا كيف قلت لك عاوتاني نديروا مع تالماغو، نقدروا نديروا مع هذا المسكي هذا، وبحال كيف درت انا دابا، درت هنا اللون في اللون، درت هنا اللون في اللون، غادي يجي زوين عاوتاني حتى بالخدمه ديالو، نقدر نخدموا بهذا الماغو هذا كيطلع زوين في هذا، هذا كذلك كيف كتشوفي هذا الشويبي عاوتاني كذلك مشيت عليه على حسب هذا، ونقدروا كيف قلت لك عاوتاني بحال ندير هذا عاوتاني. هذه تيارة ديما الكريب هو هو هذاك اللي كنا درنا، اللي درنا ليه 300 درهم، واليوم زاد مع قفطان تاو لاسوا ديالو، يعني ولاو دو بياس ب 450 درهم، ماشي شي ثمن غالي. هذا البورد شحال الثمن؟ 450 درهم. 450 درهم ب 2 مترونس على 2 مترونس. كنقولوا لي بروموسيون ديال رمضان راه حنا مازال فيهم. اييه هذا كذلك هذا البورد تاو مخدوم بالنوار بالغوز، انا درت هذا الغوز، نقدروا نديروا تا النوار تاو كيجي مع البورد تاو راه كيجي زوين، ونخدموا عاوتاني بالنوار راه كيطلع حتى في خدمته زوينه، داخلين في هذه الحجره ديال ابي، بغيتي تخدمي عاوتاني كذلك حتى بالغوز، يعني تهبط فيها راه تاو كتبان فيه الخدمه زوينه. هاد بلوتيغ كو عاوتاني دابا بهذا الموف باغم، وبغيت ندير عاوتاني حتى بهذا الفير بهذا البلو بيترول عاوتاني كذلك راه يجي، وكله كيف قلت لكم كله راه فيه نستوق وفيه ليمونش. زيد عاوتاني هذا اللون هذا عاوتاني خدمه اخرى، هي مشات عاوتاني بالباش كيفاش دايره، مشات بالباش، نقدر ندير اللون في اللون، نقدر ندير حتى لوغوج بغيك راه تا هو كيجي معاه زوين. هذا الصفر عاوتاني جون سي ترون تا هو، نقدر ندير له عاوتاني البوردو، بغيت ندير شويه البوردو، انا درت له هذا الصفر هذا ديما العبار كيف كنقول لك راه كيبقاو جوج ونص على متر ونص، وهذا الفير رويال بالموف، بغيتي تحيد هذا الفير رويال ما عجبك جاك شويه شاعل، هو اصلا كيكون غير قميص ما كانش علاش غادي برزتك، بغيتي ديره مع هذا الفيغو كذلك راه تا هو كيجي زوين. ونشوف عاوتاني هذا السومو هذا بالغوج بغيك، شو السومو بالغوج بغيك، انا خسرت الغوج بغيك يبقى اصلا مفتوحين بجوج، بغيت نغلقو غندير ليه هذا الخزي هذا، بغيت ندير الخزي راه كيجي مزيان. هذا البلورو عاوتاني هذا البلورو تاهو كيف كتشوفي البلورو تاهو بهذا الفيغور تاهو كيجي زوين، بغيت ندير الفيشه راه درت واحد اصلا بالفيشه هو ده اللي دوز دابا، بغيت ديري ليه هذا اللون عاوتاني كتشوف، بغيت ديري ليه البلورو بالبلورو راه كديري البلورو بالبلورو، هذه عاوتاني هذا البلوسيال هو تاهو كذلك بالبلونوي، درت ليه هذا الدوبلور ديالو كذلك تاهو بالبلونوي.
هو كيف كتشوفي الخياطه مثلا ديال اللون في اللون. الخياطه بغات دير اختيار ديالها، بحال مثلا نقدر نخدم لون الارض، نقدر نخدمو انا بهذا البلو، الا خدمت بهذا البلو كيجي زوين اصلا القفطان غير لتحت. اييه ملي كيدير القفطان غير لتحت كيخرج ديك الخدمه كتبان فيه. كاين اللي كتبغي اللون في اللون، انا درت ليه مشي وحده رومتهم في اللون في اللون، بحال هذا الخزي عاوتاني بالغوج بوغدو، بغينا نقدروا نديروا ليه عاوتاني هذا الباج ممكن، نقدر نديروا خزي اللون في اللون. اييه بغيت نمشي عاوتاني هذا البلو هذا هو كذلك، درت ليه البلو بيترو، بغيت ندير ليه تافيركانات هو راه كيجي معاه مزيان، بغيت ندير الغوز راه هو كذلك كيجي الغوز. بالنسبه للقفطان كتختاري انت اللون اللي عجبك، ما عندناش مشكل نخيروك. كيف داز قبيله واحد هذاك الفيرويال اللي داز بهذا، شو عاوتاني الفيرويال بالموف، بغينا نديرو بالدوري غادي نديرو بالدوري، بغيت خيطي بالموف راه كيجي بالموف زوين. السلام ورحمه الله. كاين عاوتاني هذا النوار بالبوردو، قبيله درت النوار بالغوز، دابا هو النوار بالبوردو، النوار بالبوردو يعني على حسب الزواقه، بغينا نخدمو بالنوار، النوار بالبوردو اصلا خدمته كتطلع زوينه. وتجي عاوتاني تشوفي هذا هذا ثاني هذا الفيرويال عاوتاني مع هذا، ونخدم بالغوج كرواي هاد الغوج بغيك، وهاد الفير خزي عاوتاني تا هو كذا يجيك زوين. ها انت عاوتاني بلو تيركو بالفيشيا، بلو تيركو بالفيشيا تا هو كيجي زوين، بغيت نخيطو الفيشيا اصلا غادا تبان فيك كطلع في الخدمه. وهاد الفير قصبي هذا، هاد القصبي تا هو كذلك بالخزي تا هو راه كيجي زوين. ها هو كلهم هادو كيف كنقول لكم عاوني يرحموك الله، كلهم هادو اصلا كيجيو ب 450 درهم. هادو 450 درهم يعني دو بياس، بغيتو بياسه وحده راه هو كاين عندنا بياسه وحده، ونقدروا حتى العجبه شي لون في هذا راه كنديروا ليه عاوتاني 300 درهم. عاوتاني هاد السومو هذا والبوردو، السومو والبوردو راه هو طلع زوين، وكاين هاد البلو بهاد البلو بيترول بهاد الفركانار كذلك، بغيتي ديري اللون في اللون عاوتاني راه كيجي اللون في اللون. دابا غتحيد هادشي كامل وغنمشيو للسوسدين نوريك الكارناج الاخر ديالو. اييه بيان سور، خليكم معايا البنات مباشره، غادي نمشيو نشوفو السوسدي بالكارناج ديال سي بوشايب. بركه الله كمل السوسدي، السوسدي عاوتاني الكارناج الاخر اللي درت ليه هو هذا، بحال دابا مثلا الموف معايا بهذا، شوفي معايا هذا، هذا هو السوسدي، هذا هو القميص ديالو. اييه هذا عاوتاني كارناج جديد ديالو، هذو الوينات جداد اللي كتزعم في الالوان. بغينا نديرو الموف اللون في اللون، راه كيجي اللون في اللون، وغادي ندير اللون في اللون، ما كنديرش اللون في اللون. هذا عاوتاني كذلك السوسدي كيف كتشوفوا، داروا لي ثمن، عاود درنا لي ثمن، عاوتاني كذلك اليوم عاوتاني غادي يكون ثمن اخر. ملي درنا داك الكرب 300 درهم، كذلك هذا السوسدي تا هو غادي نديرو ليه 300 درهم، واخا خاسرين فيه ماشي مشكل، كيف كنقولوا حاجه تعوض على حاجه. هذا عاوتاني كيف كتشوفي هنايا السوسدي بالقفطان ديالو، السوسدي بالقفطان ديالو 300 درهم. برومو محدود يعني العرض ديالو اسبوع، يعني من بعد المناسبه ديال رمضان، بعد رمضان عاوتاني غتغير الخدمه. هذا الكري عاوتاني بالفيو غوز، يعني هذا هو السوسدي، وهذا الثاني هذا هو القفيطين ديالو بحال هكذا. اييه هنا جاي غزال هذا، كاين عاوتاني اللي كدير في اللون، يعني جميت رونس على ميت رونس اللي كتبغي دير اللون في اللون عاوتاني هي درنا لها ذوقها. اللي بغات دير في اللون في اللون كدير بحال مثلا دابا هذا الديغرادي ديالو، واخا انا ما درتش اللون في اللون، هذا راه كذلك كيبقى ديغرادي راه تا هو زوين. هذا هو هذا اييه دو بياس هادو دايرين 300 درهم. عاوتاني درت هذا مع هذا، يعني هذا هو القفطان، بغيت ديري بلون كاستي راه هو كذلك كيجي، بغيت ديري الباس هو كذلك كيجي. انا اصلا حيت القفطان كيكون لتحت درت هذا البياض هذا باش يفتحوا. هذا هو القميص، هذا هو السوسدي ديالو. هي صراحه كلهم لوينات متميزين. هذا عاوتاني الماغو، هذا الماغو، هذا هو القفيطين، وهذه هي الجلابه، هذا ماغو هو القفيطين ديالو كيف كتشوفي. ها هو السوسدي كوطون 100% سويس، ها هو كاين عاوتاني هذا الغوج بغيك بالزيتي، يعني الغوج بغيك ماشي شي اجتهاد، يعني الاكثر ديال الناس كيعرفوا الغوج بغيك كيمشي مع الزيتي، ها هو كذلك سوا كيف كتشوفوا. ايوا كيجي غزال. ايوا بالنسبه للخياطه تا هو راه كتخيطي كيف ما بغيتي، تقدري تستعملي الخياطه. الغوز بيبي كيف كتقول ساميه، الغوز بيبي البوردو ديالو، بغيت ندير عاوتاني اللون في اللون، بغيت نخدم هذا بالبوردو هذا بالغوز، بغيت نقلبهم نقلبهم، بغيت ندير في اللون في اللون ندير اللون في اللون ماشي مشكل. إيه. هذا تا هو كذلك مع ديالو. دائما الناس عافاكم ما تنساوش لي جيم لي لايك لي بارطاج باش تشجعونا باش نقلبوا على شي حاجه جديده وعلى قبلكم ياك. اييه من طبيعه الحال على قبل ماما علاش صابرين هادشي كامل. هاد الباغ معاوتاني بهاد الفيغ هذا خرج فيه كل واش كيقول ليه، كاين اللي كيقول ليه البيستاج، كاين اللي كيقول ليه الكاكي، كل واش كيقول ليه. هذا كذلك عاوتاني مع هذا مع هذا تاهو كيجي زوين. وهذا كارناج عاوتاني كيف كنقول انا ديال دوك الجريئات اللي كتزعم في الالوان، الجريئات ديالك اباسي. اي عاوتاني هذاك مع هذا تاهو كيطلع غزال. وبغيت ندير لي عاوتاني لون اخرى، تقول لي مثلا الخزي، ولا تقول لي البوردو، ولا تقول لي الفير رويال، دوك اللوينات كاملين كيمشيو معاه. ولكن اصلا هذا غادي يكون لتحت هو الشاعر، شكون اللي غيطفي غيطفي هذا السوسدي. هذا اللون اللي جينا نبحثوا في الالوان ونشوفوا اكثر، هذا اصلا خارج من هذا، هذا تاهو راه كيجي معاه زوين. ها هو هذا لوزون،
هذا عاوتاني يعني ماشي شي حاجه غريبه، هذا هو القفطان وهذا اللون عاوتاني هو السوزي اللي كيمشي معاه. هذا خزير بنات راه واخا كنصور مع هذا الباج. ها هو هذا عاوتاني النوار، هذا النوار مع الغوج بريك، النوار مع الغوج بريك. كاين عاوتاني هذا الكامار مع الفيرو، الكامار مع الفيرو هنا. هذا تاهو كيجي زوين. وبالنسبه اللي كتبغي اللون في اللون عاوتاني راه حنا الرومولي، حنا كنحاولوا نشوفوا نوريكم اللون اللي هما كاينين، والمعنيه راه كتقرر اللون اللي بغا سي واللي كترتاح ليه راه هي اللي غديرو. هذا كذلك عاوتاني هذا راه مع هذا كيجي زوين. دابا بحال هكا ربما ما كيبانش ليك، ولكن الا تسرح راه كيعطي واحد اللون اخر، يعني واحد كيهرس واحد ما يمكنش ليا. انت شوفي معايا عاوتاني دابا كيفاش كيعطي. دابا ملي كيكون مطوي راه ما كيبانش. كاين عاوتاني زيدك هذا فهمتي، هذا الزيت عاوتاني بالجون كيجي زوين فهمتي، تخدم به. هادو جاو غزالين ما شاء الله. ها واحد اللوحه اخرى عاوتاني بصراحه لوحه نيت بحال شي حديقه ديال لي كوزور ديال لي فلور. نزيدك عاوتاني هذا، وكاين بزاف د اللوان. انا حاولنا ما امكن نوريكم غير داكشي اللي قدرنا عليه، اذا بالنسبه للوان يعني بزاف د اللوان اللي كاينين. شوفي عاوتاني هذا مع هذا تيغزال. الو جون عاوتاني مع الموف، اللي كتسنى الموف مع الصفر هذا هو راه لون معروف، يعني كاع كيعرفوا كيمشي هذا مع هذا. هذا هو كيجي غزال. عاوتاني تاهو كذلك راه معروف وداز واحد اخر بحالو، هذا مع هذا عاوتاني كيجي زوين. هانتي زيما مع الغوج بريك ايه زاد، والموف مع باج طابا. هذا راه موف واخا كيبان ليا بلوغ وهنا لا موف سيت ان موف، هذا موف مع الباج طابا. كاين عاوتاني هاد بوبيرجين مفتوح مع هاد الغوز، هاد يعني خدمة شكلية اللي تقداو من عندنا، خدمنا بهادو وطلعو غزال في خدمتو. وكيمشي عيالات وكيمشي رجال، يعني ممكن يديروه العيالات ممكن يديروه الرجال. الرجال كيديروا 3 متر أيه، والعيالات كيديروا غير 2 متر ونص، يعني راه كافي. الرجال كياخذوا العبار كبير، غير الفرق اللي بينهم وبين العيالات، الرجال كنديروا ليهم القطن والعيالات كنديروا ليهم لاصوا. اليوم هاد لاريباج اللي داخله ديال السوز ديال التلوينه جديده جا فيها غير الفوقاني التحتاني ديالها، يعني كيتلبس مع قميجة مع سروال قنطريسي مع كندوره مع اي حاجه كيتلبس معها، حيت هو اصلا هذاك الشيء اللي صار. جيب لي هذاك عاوتاني مع هذا الموف، جيب لي هذاك الكراسه مع انا عاوتاني الكراسه الكحليه. هذا الموف مع الخضيره البيستاج زين. وكاين عاوتاني هذا الموطارد، هذا الموطارد مع هذا الفيغ، هذا مع هذا الفيغ. وكاين بزاف من اللوانات اخرين، يعني كيف كنقولوا قولوا لسامي تصور، انا كنقولها لكم قولوا لسامي تصور. راه الفيديو هذا ما صورته، يعني تضاربت انا وسامية، يعني حتى وصلنا كيف كنقولوا للعيب. لا حنا ما كنضاربوش، اسباب رميسه دائما كتكون قدوه لي كليون الاخرين وقدوه لكاع المغازا اللي كيبيعوا تيسي. حنا هنا بحال شي ايكيب بحال عائله، اكثر من عائله. عندنا عاوتاني السوس ديال مشرط، ما لا غنصوروا اليوم كيف قلت لك اسامي على جبدناها باش نصوروا اليوم داك السوس ديال مشرط عاوتاني. وعندنا هذا الكريب عاوتاني داخله في زواقه جديده، يعني توا غنصوروه لكم. هادو اللي قلت لكم هذه هي اللي كتجي في الستوك، هذه هي اللي كتجي في الصدر. هادو هاد جوجات كيمشيو للمونش. وهاد العريضه هي اللي كتمشي للصدر. كاين شي وحده كتسولني كتبغي ديروا قفطان، الا بغات ديروا قفطان توا كذلك كيجي قفطان، ولكن كيجي قفطان ضروه. قفطان ضروه كيجي قفطان ضروه، يعني في الكلوش ما كافياش، واللي كتكون شي وحده عاوتاني غليظه وطويله بزاف راه ما يجيهاش. ولكن الا بغات ديروا قفطان راه صالح يجيها قفطان، وزيد مع ذلك الكريب راه كيصلح للطرز والتنباس. بغينا نبتوا لهاد الكارو كامل نبتوا بالحجر نبتوه ونديروا عاوتاني كذلك قفطان، ولكن كيكون القفطان حد في القد جلابه اصلا، كتكون بالقب. هذاك القب اللي عندي انا اصلا غنزيدو في الجلال ونزيدو في الكمام وداك الشيء وغنربح قفطان ضروه، يعني نلبسو بالمناسبات بالحزام ولا بالحزام. ايه وكاين موجود الخير، عطا الله ما يدار ومبروك على شركم.